رجاء بالمير تقصف إحدى متابعاتها بسبب الزواج. إليكم التفاصيل فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد ردت الفنانة رجاء بالمير يوم الاثنين 23 غشت 2021 على تعليق إحدى متابعاتها على الإنستغرام بخصوص موضوع الزواج، حيث لم تتردد في قصف هذه الفتاة التي قارنتها بصديقاتها المتزوجات. وقد بدأت هذه القصة عندما نشرت رجاء بالمير عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام صورة لها وأرفقتها بتعليق جاء فيه: لم أعد أهتم بأن أكون شيئا بالنسبة لأحد. وقد قالت هذه الفتاة في تعليقها على صورة رجاء بالمير: سيري قلبي على راجل وتزوجي، بقاي دوري في القهاوي والزناقي، صحاباتك كاع غيديروا الولاد. وردت رجاء على تعليق هذه المتابعة بأسلوب ساخر قائلة: ما بغاش نتزوج غير باش ما نولدش وحدة مسخوطة بحالك أبنتي الله يهديك. وقد تهاطلت مجموعة كبيرة من التعليقات على رد رجاء بالمير على الفتاة من طرف متتبعيها وعشاقها الذين أثنوا على رجاء بالمير بجوابها الذي اعتبر ساخرا من الفتاة. وتتواجد حاليا الفنانة رجاء بالمير في دولة قطر من أجل إحياء بعض الأعراس، ولكنها تعرضت خلال زيارتها لهذا البلد لكسر في أنفها بعد سقوطها في حمام السباحة. وقد عرف هذا الموضوع انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كانت رجاء بالمير قد أعلنت أنها أصيبت بكسر على مستوى أنفها مما استدعى قيامها بعملية تجميل لاحقا.